أقول في بعض الأحيان أكون باحثا عن كتب فكثيرا ما أمس المصحف وأنا على غير الوضوء، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز مس المصحف بغير الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، ولكن إذا مسسته من غير قصد وإن كنت تبحث عن كتاب ثم وقعت يدك على المصحف بدون قصد فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، لأنك لم تتعمد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.